نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل. الحمد لله على مزيد نعمه وجليل مننه، وصلى الله وسلم على النبي المختار وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة، ليمتع عقولنا ويغذي نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل تويتر. نعم. سؤال تفاعل يقول: حدثنا عن كتاب فاق توقعاتك، ماذا توقعته وكيف وجدته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، أنا أظن هذه التجربة كثير منا مر بها. ربما كان في ذهني أن الكتاب سيتكلم عن قضية معينة ثم يظهر له شيء أعمق مما كان هو يتصور. قد يظنه أحيانا كتابا سطحيا وإذا به أفضل مما يظنه هو، من قد يظنه مختصرا وإذا به هو أشمل. بهذه الطريقة نبغى بعض الكتب اللي أذهلت القراء مما كانوا يتوقعون، فوجدوا الكتاب صدمهم مثل الصدمة هذه، عرفت؟ وجدوا من أفضل مما كان يتوقع. نعم. أخونا أيمن يقول: أما العلم غالبا مثل هذه الكتب ترى تبقى في الذاكرة. نعم. كتاب سير علماء النبلاء للذهبي رحمه الله. نعم. كنت أظن أنه في التراجم فقط، ولكن كلما قرأت في أي مجلد منه أجد به الكثير من المعلومات في التفسير والحديث والتاريخ والفقه وعلوم الرجال، فهو بحق موسوعة شاملة. صحيح، وهو كتاب من هو من أجل كتب التراجم. أصلاً الذهبي رحمه الله ما كان يعني ما هي مثلاً طريقة آلية، ترجمة آلية، يا فلان ترى هذا اسمه وهنا ولد وهنا مات وهنا راح وهنا قابل فلان وانتهى. ما هي كذا الموضوع. هو أصلاً كان من خلال التراجم يربيك يا طالب العلم أو المتلقي عنه، يعطيك أشياء كثيرة، فوائد، إمتاعات معينة، تعليقات، وهذا نفسه الذي في الكتاب يعني هو الذي تستفيد منه العلوم اللي قال أخونا، فوجدت فيه علوم أخرى، وهو كلام صحيح. نعم. وهذا أخونا يقول كتاب مع العلم أنه كان يختصر، يعني كان يعلق تعليقات معينة، هو كان يختصر في هذا. نعم. أخونا يقول كتاب بشائر للدكتور إياد القنيبي، توقعت أنه كتاب عادي، لم أتخيل أنه يجاوب على كل تساؤلاتي، قل صدفة وأنا جايب معرض الكتاب أخذته. نعم طبعا، الظاهر أنه يقصد الإجابات عن القضايا إشكالية معاصرة. نعم. نعم. طيب، وهذا أخونا يقول، أو هذا أختنا تقول، كتاب عشتار فاق التوقعات. كتاب إيه؟ اسمه عشتار. عشتار؟ أيوه، يقول فاق التوقعات بحديثي عن الحياة الزوجية بطريقة عصرية وواقعية. طبعا أول شيء أنا ما أعرفه عشتار هذا، وش معناه عشتار؟ ما أعرف. يمكن مشتق من العشرة الزوجية، عش ما أدري شو الباقي. الله أعلم. نكلها إلى قراءتها يعني، الله يعطي العافية. ما دام استفادت الحمد لله. وطب هو في العشرة الزوجية إيش كانت تتوقع وإيش حصلت؟ ما أدري، يمكن دل على أمور كونها يعني جديدة في الزواج وكذا، دل على بعض الأمور التي لا تعرفها وغير ذلك. الله يتقبل، الله يتقبل. طيب، اللؤلؤة تقول: كتاب زاد المسافر لغلام الخلال، كنت أظن أنه مقتصر على مجرد إجابات ومسائل فقهية. نعم. فوجدته مليئا باستدلالات الإمام أحمد ومناقشاته للأقوال. الله أكبر، هذا كلام صحيح. وغالبا كتب الأئمة المتقدمين ترى أحيانا لا تخطر لك على بال ما فيها من العلوم محملة بالعلوم، هذا صحيح. وهذا صحيح، أحيانا زاد المسافر الغالب أنه من كتب المسائل، وكتب مسائل معروفة، مسألة أبي داود وابنه صالح وقراء. زاد المسافر يعد كذا، هو فعلا مسائل لكن فيها أشياء كثيرة غير المسائل أيضا، ولهذا يستفاد منها فوائد كبيرة كثيرة. نعم. نعم. ذكرت كتابا آخر، قالت: تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين الشيخ أنور الفضفري، وضح إشارات الجلالين وكمل به جوانب النقص فيه. صحيح. وحشاه بالدرر من غير تطويل. ما شاء الله، هذه طالبة علم ما شاء الله عليه. طبعا أول شيء التنوير، ترى كلا كتابين زاد المسافر وكتاب تنوير العينين كلاهما ترى عرضناه في البرنامج الحمد لله، وتكلمنا عنهما بالتفصيل، وكل كتاب والغرض منه والتحقيق اللي خرج والطبع تكلمنا عنه بالتفصيل، هذا وهذا. وفعلا ما ذكرته عن الكتابين صحيح. نعم. ابن خلدون يقول: لحظة،
وهذا يدلك يا ولدي على أنه بعض الكتب ترى المطولة على غير ظاهرها من العنوان، ولهذا الصدف عنها مشكلة. طالب علم ترى ينبش، نبش اقرأ، ترى أحيانا ربما كان العنوان صاد لك عن قراءته بحجة أنه يخدم قضية معينة، جزئية معينة، فقرة معينة، قد لا تكون ربما تقول ليس من اهتمامك، وربما تقول أنها أوسع من اهتمامك، ثم تجد الأمر تماما يختلف فيها من الفوائد ما لو رحلت إليها قد لا تجدها مع الرحلة. نعم، ذكرت يا شيخنا بكلامك هذا كتاب ناسخ الحديث المنسوخ للأثرم. نعم، كنت أظنه فقط في يتكلم عن الناسخ المنسوخ، في الحقيقة غالب الكتاب يقوم على دفع التعارض بين الأحاديث. شفت هذا باب من أبواب دفع التعارض موجود في هذا في الناسخ المنسوخ مع تميز هذا الكتاب. نعم صحيح، صدقت. نعم، ابن خلدون يقول: في الأدب كتاب البصائر والذخائر تحقيق وداد القاضي متعة أدبية، وفي الأصول مما صدر مؤخرة. طبعا هذا صحيح. صحيح، وداد القاضي هي تلميذة أصلا لحسين عباس، ولهذا إتقانها لأعمالها ترى ما أخذتها من أستاذها. نعم، وفي الأصول مما صدر مؤخرا الإخلال، وهي أفضل طبعا للكتاب عمومه، يعني كتاب الذخائر لأبي حيان التوحيد. نعم، في الأصول قال: كتاب الإخلال بالنقل في مسائل أصول الفقه بحث ماتع ونفيس ومبتكر. وفي الفكر كتاب زخرف، لكن هذا في الأصول. لكن أبا أعرف إيش كان توقع وإيش وجدوا. طبعا نحن سبق أن عرضنا الكتاب أصلا، والكتاب بمعنى كلمة من الأبحاث النفيسة في 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 والرسائل العلمية النفيسة اللي طبعت 3 مجلدات، سبق للدكتور الفوزان وفقه الله، وسبق أن عرضناها لا إشكال. لكن نحن الكلام سؤالنا: كيف كنت تتوقع ثم كيف وجدته بعد القراءة، صح ولا لا؟ نعم. ها، قالت: وفي الفكر كتاب زخرف القول العجاري، فهو كشف الزيغ والالتباسات بطريقة رائعة. نعم، وفي السيرة كتاب التراتيب الإدارية الكتاني كتاب مبتكر. طبعا هذا كتاب مبتكر صحيح، بس برضو دائما نحن نقول إخوة يا جماعة ركزوا على السؤال. السؤال يقول لك: كيف كنت تجد، كيف كنت تظن الكتاب ثم لما قرأته كيف وجدته؟ هذا القصد. نعم، يعني هذه نبغى الدهشة، هذا الدهشة صورها لنا، كيف كان، كيف توقعت أو كيف كنت تتخيل الكتاب ثم كيف دهشك الكتاب وخرجت بنتيجة معينة أخرى. نعم، أما التربية الإدارية ما لا إشكال، طبعا طبعته اللي سبق اللي أيضا عرضناه في برنامج اللي طبعه في دار البشائر الإسلامية هي أحسن طبعات الكتاب. نعم، آسيا تقول: أدركت أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا توفي لابن القيم حقه في دراسة مؤلفاته وشرحها كما ينبغي. والله كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مواضيعه شاملة الجانب العقدي والعملي. طبعا كتاب مدارج السالكين هو نفسه طبعا غني عن التعريف، وأيضا سبق أن عرفنا به لأنه أخذ رسالة علمية، وعرفنا به طبعا دار السمع مشهورة. كتاب جليل نفيس، كتاب أصلا من طوله احتيج إلى تهذيبه واختصاره، وله عدد من التهذيبات والمختصرات اللي هو كتاب التهذيب هذا، ما بين متوسع شيء، حتى بعض التهذيبات عرضناها الحمد لله في البرنامج شيء. والكتاب هو وغيره ابن القيم رحمه الله من أصحاب الأقلام العالية، إذا كتبوا يعني تخيل رسالة في صيغة الحمد، وأنا أظن من أصغر رسائل ابن القيم رحمه الله، تكلم لما سئل أفضل صيغة لحمد الله ما هي أفضل صيغة وكشيء من ذلك ونحو ذلك، ألف هذه الرسالة. طبعا حققتها في المجموعة الأولى، كانت من مجموعات صدرت تحت إشراف العلامة الشيخ بكر أبو زيد، فكان هذه رسالة صغيرة أشوف ما فيها من الفوائد. هو الطبيعة طريقته في التصنيف كطريقة شيخه أنهم قلبهم سيال ما ينقطع، عارف عن سيال امشي فيحشرون لك الفوائد، حشر الفوائد مع العلوم، ويبدونون قضايا أصولية تفسيرية حديثية أشياء. ابن القيم رحمه الله إذا أبحث، ابن القيم طبيب للقلوب، يعني سبحان الله إذا تكلم في أعمال القلوب وأقوال القلوب وما يتعلق بالقلوب أمراض القلوب، أوهو ما شاء الله، يعني هو أصلا مما تميز في هذا الباب أصلا. فرحمه الله كان إذا كتب فأوعى في هذا الجانب، فهو قضايا، ولهذا لما جاء إلى مسألة القلوب مدارج السالكين تتعلق بكثير من القضايا قلبية، تكلم عن عقائد القلوب وأقوال القلوب وأعمال القلوب وأشياء كثيرة من هذه القضية، وكلامه صحيح. لكن أما قولها الأول اللي في العالم العربي أنه يغفلون عن كتب القيم أو مدارج السالكين، يعني هذا نتجاوزه، للحقيقة ليس كذلك. ابن القيم أصلا حتى الفرق الأخرى التي تعادي شيخ الإسلام تيمية تقبل كلام تيمية ابن القيم وتقبل كتبه هذه، وهذا كتابه أصلا سيتوافق يعني مع حتى مع المنحرفين عن السنة، يعني لأنه يقبلون كلامه في هذا بالذات، يعني كتاب مدارج السالكين ذكرته سياره كثير. نعم، وهم كتب ترى ابن القيم عمره مطولة ترى، ومع ذلك بقي كاملا ولله الحمد. إبراهيم يقول: كتاب الشيخ بن باز مثقفا ومفكرا، توقعت يتناول الجوانب المعروفة من سيرته، ولكنه ذكر الجوانب الخفية من حياة هذا الإمام. أيوه، جزاه الله خير. لمن أنا ما أذكره؟ ما ذكر ابن باز مثقفا ومفكرا. مفكرا
طبعا يعني هذا أظنها سيبرز هذا الجانب. أنا حقيقة ما وقفت على الكتاب، لكن أنا وقفت على بعض من كتب في سيرة الشيخ مختصرة، لكن أخذوا قضية معينة من القضايا، والحقيقة أنا وجدتهم حتى أنا كنت أظن أنه سيذكرون أشياء معروفة مألوفة عن الشيخ، لكن تفصيلات ما دخلوا فيه وكذا وما ذكروا أدهشتني بالحقيقة، كانت مبدع. ترى عرضنا بعضها ونبهنا على ما فيها من جمال الأخذ والاستنباط معنى صح أو السياقات أو شابه هذه الطريقة، وصحيح. وأيضا كتب التراجم المفردة ترى مليئة بهذه القضايا الطيبة. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن. هذا ولدي عندنا يعني بحث باذخ ونفيس بمعنى الكلمة، وهو يصدق عليه ما في السؤال، كيف كنت تتوقعه؟ فإذا قرأت تخرج بنتيجة ثانية تماما. الكتاب أنا كنت شخصيا أظن يتكلم عن مجيء العبادات ومقاصدها وبيان مقاصدها على طريقة من صرف في ذلك، سواء ممن تقدم أو بعض المعاصرين. وإذا بالكتاب يدهشني تماما، والبحث يخرجني تماما إلى شيء آخر. وإذا بصاحبه أتاه الله نفسا في التوضيح والتبيين وحسن التمثيل والانتزاع والمحاكمة والمقارنة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا أصل الكتاب مبني ليس على المقاصد العامة التي هي مطروقة في كتب المقاصد من كتب المعاصرين أو المتقدمين، هو جاء إلى فقط ما يتعلق بقسم العبادات وما يتعلق بها من قضايا المقاصد، فقط قسم العبادة عندنا. ثم هذا قسم العبادات نفسه طبعا هو خص الصلاة والزكاة والصيام والحج والأذكار في كتمثيل يعني عنده كالأمثلة الواردة في الكتاب. ثم هو طرقها من جوانبها التي تتعلق بها كجزئيات وشيء من ذلك بطريقة غير مطروقة في كتب المقاصد أصلا. ولهذا هو نبه في المقدمة نوعية ما سيطرقه من أنواع المقاصد المتعلقة بالعبادات في هذا البحث المطول الذي سماه مقاصد العبادات وأثرها الفقهي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران وفقه الله. وهو بحث مات تعب عليه صاحبه، رجع قرابة 700 مرجع وأطال النفس، قسموا إلى بابين. الباب الأول يعد كالباب التقعيد والتأصيل والتنظير لهذه القضية، ربطها بيّن فيه العلاقة بين العبادات والمقاصد. هذا الباب الأول. الباب الأول استغرق منه المجلد الأول كاملاً. أما الباب الثاني وهو ما يتعلق بطريقة الفرش عند القراء، تعرف القراء عندهم أصول وفرش، الثاني هو الفرش، يعني هو نثر المسائل واستخراج ما فيها أو محاورة لملمة ما فيها وردها إلى أصولها من المقاصد المطروقة عندنا. فهو الباب الثاني أخذ مجلدين، المجلد الثاني والمجلد الثالث. فالكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات مكتبة أو دار التدمرية. نرجع إلى الأصل. لما جاء يقسم الكتاب بابين، الباب الأول قلت لك جعله خاصا بالتأصيل والتقعيد. طبعا أجاب عرف المقدمات التعريفات بحدها ما نتجاوزها. هذا الباب الأول. العبادات والمقاصد يعني علاقة العبادات من هذه المقاصد، وهنا بدأ يتكلم جعل فيها تحتها فصولا 4. الفصول 4 استوعب فيها هذه نوع العلاقة. فجاء الباب الأول ليبين أنواع علاقة العبادات بالمقاصد، والمقاصد قسمها 3 مقاصد: عامة وخاصة وجزئية، وكل واحد منها يعرفها ثم يذكر أثره على العبادات وينطلق منها. والباب الثاني أو الفصل الثاني عندنا في هذا نفس الباب الأول، الفصل الثاني خصه بقضية الأحكام التعبودية. أنت تعرف أن العبادات دائما يقال لها أنها تعبودية، يعني غير معقولة معناها. يقول لا، هناك أحكام عبادات معللة وهناك أحكام تعبودية، العلاقة بينها وما الفرق بينها وأوجه أما التقارب أو التباعد أو التوافق أو الاختلاف بينها، وجعل هذا الفصل الثاني وتحت هذه المباحث التي عندنا. أما الفصل الثالث فهو مسالك الشارع في إظهار هذه المقاصد لهذه العبادات، النص والإجماع وغيره، وهذا تكلم عنها في عدد من المباحث واستخرجها استخراجا. ثم بعد ذلك الفصل الرابع عندنا والأخير في الباب الأول ما يتعلق بأثر هذه المقاصد على المكلفين، وبدأ يتكلم عنها وفقه الله في عدد من المباحث، والغالب أنها 3 مباحث لكل فصل عندنا. أما الباب الثاني فهو الذي فرش الفرش، وهنا جعل تحته الباب الثاني تحته 7 فصول استوعب فيه أنواع المقاصد التي عندنا، ولهذا سماه أنواع مقاصد عبادات أو آثارها الفقهية
التي تندرج تحتها. تكلم أول مقصد، يقول أعظم مقصد العبادات على الإطلاق وهو الأساس تعظيم الله عز وجل. طبعا قسم التعظيم إلى تعظيم ظاهر وباطن، جعل كل مبحث غالب، وهذه ترى الفصول كله تحت مبحثين 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 الغالب. أشوف بدأ يجلي كل نوع منها آثارها شيء منها، ويأتي بالمسائل، سأذكر لك نموذج بعد قليل. ثم بعد ذلك يأتي إلى الفصل الذي بعده الثاني، العدل والإحسان وما يتعلق بعد التقييد والإطلاق، لأنه في مثلا مقاصد مقيدة، في مقاصد مطلقة، هذا معنى التعيين والتعميم، مقاصد معينة ومقاصد عامة والتماشي. طبعا هذا بعدين ما يتعلق بالمداومة والإكثار، يعني مقاصد الشارع المداومة والإكثار معروفة. ثم بعد التنوع والتكرار، وعندنا في الأخير الشعار والجمال. طبعا قدم بمقدمة يا ولدي ما شاء الله، المقدمة لوحدها التوضيحية لأهمية المقاصد، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم معرفة تامة بمقاصد العبادات، أثر هذا على سلوكهم وعباداتهم، شيء تحفة بمعنى الكلمة، ليته يطيلها ويخرجها في كتاب. أول شيء أنا أتمنى من الشيخ وفقه الله أن يختصر كتابه هذا، الكتاب الماتع الممتع، ويجعله يعني يكون مثل المتن، مثل كتاب سيار يقرأه عامة الناس لأجل علاقته بالعبادات ومقاصد العبادات. طبعا يا ولدي هو يكثر في ذكر المسائل وتنوعها كما ترى، وكل مثال يأتي ويشرحه ويوضحه وعلاقته بما قرره. الكتاب يعني حافل بالأمثلة من كتب من بطون المطولات وشروح الأحاديث وكتب التفسير، مما فيه بيان وتوضيح لهذه مقاصد العبادات وفقه الله. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار التدمرية. هذا ولدي رسالته الماجستير، وهو أيضا بحث نفيس بمعنى الكلمة. صاحبه أتى إلى قضية مهمة من القضايا المتعلقة أيضا بالعبادات، وهي المفاضلة بين العبادات، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، واختار وقد جعل فاضل الله عز وجل العبادات في بين أجناسها، في أوقاتها، في أزمنتها، في أماكنها، في أشياء أنواع من المفاضلات عندنا. وهذا يجعل الإنسان يحتاج إلى مدارستها لمعرفة ماذا يقدم عند المزاحمة، أو ماذا يقدم حتى عند الاكثار والاشتغال، أولى من بعضها ما هو الأولى بكذا. نحتاج إلى ضوابط وقواعد في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران وفقه الله جعل في رسالته هذه الماجستير، جاء إلى حاول أن يستخلص قواعد وضوابط تضبط لك هذا الباب، سمى بحثه المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات. لكن هذا العنوان له تتمة، لأن مجال التطبيق عنده جعله خاص بأبواب الطهارة وأبواب الصلاة فقط، واختار في الباب الفصل هو الفصل الأخير عنده في الباب في هذا الكتاب، اختار 9 مسائل للمفاضلة في أبواب الطهارة، و10 مسائل لدراسة المفاضلة التي بينها في أبواب الصلاة أو في كتاب الصلاة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان محمد بن عبد الله النجران وفقه الله قدم بمقدمات أيضا فيها تمايز العبادات بعضها عن بعض، وما يحتاج إليه معرفته في الباب وشيء من ذلك، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم على اطلاع ومعرفة بهذه القواعد أو بهذه العبادات وتمايزها لتلقيهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي ولدي، أما الفصل الأول فجعلوا مثل التمهيد فيه التعريفات وما هو الفضل والمفاضلة والقصد منها وشيء من ذلك، وأرجع ذلك إلى ضوابط وقواعد وفقه الله عامة يعني. طبعا الفصل الثاني قواعد المفاضلة متعلقة، شوف الآن في أشياء معينة لها علاقة بالعبادات ولها قواعد خاصة بالمفاضلة. مثلا الفصل الأول خصه بقواعد المفاضلة في النية، ومعروف أن النية ومكانتها وتفاضل العبادات بها جعلها خاصة بها. طبعا تحت المباحثها التي تحتها فيها تعريفات وشيء، لكن يهمنا هنا القواعد المتعلقة بها. ثم يأتي لك القاعدة الأولى كذا، سنريك نماذج بعد قليل. الفصل الثاني خاص بالقواعد المتعلقة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات، وطلق فيها مبحثا مهما وهم أسباب التقصير فيها في هذه المتابعة وأثر ذلك على العبادات على المكلف. الرابع ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالحكم الشرعي نفسه، والخامس
ما يتعلق بقواعد المفاضلة في الأزمنة والأمكنة. وعندنا السادس وهو الأخير وهو القضايا التطبيقية والدراسة التطبيقية لمجموعة من المسائل المتعلقة بأبواب الصلاة والطهارة والصلاة. قلت اختار لك 9 من مسائل الطهارة و10 مسائل الصلاة. هذا يا ولدي القضايا التي مر عليها. شوفها مثالها مثال شوفها مثلا هذه الموازنة بين أفضل الأعمال. قال لك الجمع بين الأحاديث المختلفة. شوف قال الفرع الأول كذا ويبدأ يدرسه لك ويبينه لك ويأتي بما فيه وما يندرج تحته. ما شاء الله تبارك الله الشيخ، حتى أنه أحيانا يكاد يستوعب الروايات الواردة لأنه قد يكون لها علاقة في بيان وجه المفاضلة بين بعض العبادات ويذكره لك ويفاضل بينها. ولا شك أن مثلا إذا تعارضت إذا ورد في عملين اثنين مفاضلة وهذا في فضل يبدأ يذكر أسباب التعارض ما هي ويرجح بينها ويبين. شوفها مثلا هذه أهمية هذه القاعدة تظهر في كذا ويبدأ يسوق لك الأمثلة والتطبيقات وفقه الله. والكتاب أيضا مطبوع في مجلدين من إصدارات دار التدمرية بالرياض. هذا يا ولدي أيضا بحث آخر وهم الأبحاث المحكمة، والذي أراد بها وفقه الله أن يبين أهمية ابتناء مسائل الأصول على ما أجمع عليه الصحابة. وإجماع الصحابة مصدر من المصادر التي بنى عليها الأصول عالدا من المسائل وانطلقوا منها، وهو أراد أن يجلي هذه النظرية وهذه القاعدة لأهميتها ويبينها، ثم يبين وجه الارتباط ارتباط القاعدة الأصولية بها، لأنه يتفرع عن هذه القاعدة الأصولية أيضا فروع أخرى أصولية بس ابتنت أصلا على هذه القاعدة. وهذا الموضوع هو أصل ابتناء الأصولية أصل ابتناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة أصلا قضية مسلمة عند الأصولي ومعمول بها في كافة أبواب الأصول. ولهذا مسائل التي هو هنا مستوعب مر فيها على أبواب الأصول كاملة بداية من الحكم الشرعي أو والأدلة وغيره والتماشي إلى التعارض والترجيح والاستفتاء التقليد وغيرها. وضحت الفكرة؟ هذه هي القضية. سمى بحثه البناء الأصولي على إجماع الصحابة رضي الله عنهم رؤية في وثاقة المسائل الأصولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران وفقه الله، وهو أحد بحوثه المحكمة وفقه الله. أما الجانب الأول الذي بنى عليه الكتاب وهو لماذا يعني هو حتى قال أنه إجماع الصحابة يقول أنه من أصلب المحكمات في إحكاما وقوة في أبواب الأصول. خلنا نشوف بس نروح إلى فصول الكتاب. هذه بحث الكتاب للإخوة يصورون جزاهم الله خير. بدأ القضية عندنا بالتمهيدات اللي هي التعريفات نحن دائما نتجاوزها لأجل أن دائما الشروع الأبحاث دائما تبدأ في معرفة بالتعريفات. بعدين بدأ فيما بعد جعل المبحث الأول خاص بالبناء الأصولي على إجماع الصحابة في الحكم الشرعي، سيقسمها عندنا على الأبواب الأصولية، ما المسائل التي بنيت على إجماع الصحابة في الحكم الشرعي. طبعا الحكم نوعان، عندنا تكليف وضعي، ثم بعد ذلك المباحث المتعلقة التي بنيت على إجماع الصحابة وهي متعلقة بالأدلة المتفق عليها، ثم الأدلة المختلف فيها، ثم ما يتعلق بدلالات الألفاظ، ثم عندنا ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد وهو آخر الأبواب أو آخر المباحث. شوف ولدي عشان يظهر الإخوة، مثلا تعليل الأحكام، لاحظ معي يأتي إلى تعليل الأحكام يذكر لك الأصل فيه وما فعله كذا الصحابة إجماع الصحابة. طب من ذكر هذا الإجماع؟ يقول لك قال الجصاص، قال فلان، قال فلان، وأنهم ابتنوه على هذه القضية اللي هو إجماع الصحابة. القضية الثانية الفلانية، القضية وأنت ماشي الاتزام في العمل بمصحة مرسلة، ويجب أن يذكر لك كلام العلماء وماذا بنوا على الصحابة وكيف استقروا أفعال الصحابة الدالة على ذلك مما دل على إجماعهم الفعلي، وانت ماشي بهذه الطريقة. فهو يبين لك المسألة الأصولية وكيف بنيت على إجماع الصحابة ومن ذكر ذلك من الأئمة، ويوضحه ويشرحه ويبين لك في هذا المجلد الذي طبع في دار العقيدة للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا أيضا بحث آخر وهو يتعلق أيضا بما بشيء من انتفاع الأصوليين بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران، هذان بحثان محكمان، في هذين البحثين المحكمين كلاهما يتعلق بقضايا الاجتهاد. الأول سماه تحقيق المناط عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس تأسيس وتنزيل، تأسيس وتنزيل. طبعا مسألة تحقيق المناط وأهميتها في الاجتهاد بيّنه في المقدمة، وأنه لا بد منها من تحقيق المناط. تحقيق المناط قضايا طبعا تتعلق بقضايا القياس أو غيرها لأنه يحتاج إليها، وتكلم في المقدمة
في موضوع أن يعني فقه النص وفقه الواقع يحتاج النظر إليهما الفقيه والمجتهد والعالم والمفتي وشيء من ذلك، وتكلم عنه أهميتها. لكن المهم في عندنا ما هو، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى تحقيق المناط، ما هي أدواتهم التي استعملوها، ما الأصول التي بنوا عليها، ثم كيف نحن نستفيد. ولذا قال لك تأسيس لما كان عند الصحابة ونقل عنهم، وتنزيل يعني هي أدوات الانتفاع مما كانوا عليه رضي الله عنهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران في هذا البحث، وهو البحث الأول في هذا الجزء عندنا، وهو يتعلق من أبحاث المحكمة، أراد أن يجلي هذا الموضوع فجعله فقسم كتابه إلى هذه المسائل أو هذه المباحث التي عندنا. بدأ بالتعريفات كما قلت لك، ثم المبحث الأول خصه بأصول تحقيق المناط وحكمه وأهميته، طبعا مما استنبطه من أعمال الصحابة، ثم بعد ذلك تحقيق المناط عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحته عدد من المطالب والمسائل. لاحظ معي هذه مسائل تحتها، لأنه يتكلم هل الصحابة لهم يجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه في حضوره أو لا رضي الله عنهم. والمطلب الثالث تحقيق المناط عند الصحابة في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار لنا عندنا ثلاث مسائل جعلها محل الدراسة ليستبين. حتى الأولى أذكر عدد من المسائل ليستبين كيف تعامل معهم معها الصحابة رضي الله عنهم. ثم هذا البحث الأول عندنا من الأبحاث المحكمة، ثم يأتينا بحث آخر محكم أيضا، وهو قريب الصلة بالأول، وهو بس يتعلق بباب الاجتهاد في النوازل خاصة، سماه الاجتهاد في النوازل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأصيل وتفعيل. فهو أراد أن يستخرج لك طرائق الاجتهاد عند الصحابة والأصول التي كانوا يبنون عليها أحكام في النوازل، ثم كيف يمكن تفعيل هذه استنباط واستخراج من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن محمد بن عبد الله النجران وفقه الله في هذا البحث المحكم الثاني الذي جعله على نفس الطريقة الأولى بعدد من المباحث عندنا، هذه هي إن شاء الله يظهر للإخوة، أنه جاء إلى المبحث الأول جعله في ضرورة الاجتهاد في النوازل وأهمية ذلك، وهذا مسلم به. الثاني الأصول التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم اجتهاداتهم في هذه النوازل، وذكر شو الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الثالث، كل واحد منها يذكره ويقعده له ويستدل به، ثم يذكر نماذج من أفعال الصحابة ما يدل عليه. ثم الثالث وهو المبحث الثالث ما يتعلق به كيف نفعل منهج الصحابة في مثل هذه الاجتهادات في النوازل، وذكر عندنا عدد من المعالم خمسة رد إليها هذه القضية حتى يستفاد وينتفع بما أثر عن الصحابة في هذا الباب، وفقه الله. والكتاب وكلا البحثين مطبوع في مجلد واحد من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع. أستاذك شيخنا هو داخله. نعم. معنا الدكتور سليمان بن محمد النجران أستاذ أصول الفقه في جامعة القصيم، حياك الله دكتور سليمان. دكتور سليمان نرحب بكم هذه الليلة. تسمعنا دكتور؟ لعله مشكلة الصوت تعالج. طيب شيخ هناخذ كتاب عشان يعالج المشكلة. نعم، هذا أيضا بحث من الأبحاث المحكمة، وليس بحثا واحدا، لكن الذي يظنه بحثا واحدا سببه اللبس في العنوان عندنا، وأنا كنت أتمنى من الإخوة في دار العقيدة لما طبعوا الكتاب يطبعوه بالعنوانين، لأنه هذا المجلد يضم بحثين من الأبحاث الأصولية المحكمة، أما الأول فهو يتعلق بالترادف، وأما الثاني فهو يتعلق بالمشترك اللفظي. أما البحث الأول فعنوانه، طبعا لحظة، المجلد مطبوع بهذا العنوان، نحن نقرأ العنوان لأنه هو يقيد به العناوين عموما، الترادف والمشترك اللفظي في المصطلحات الأصولية. طبعا البحث ليس كذلك، أو معنى صح في داخل المجلد، أما داخل المجلد فالأول يتعلق، شوف لاحظ معي، يتعلق بالترادف. البحث الأول يتعلق بشوف هذا عنوان، الترادف اللفظي في المصطلحات الأصولية، وأما الثاني فله عنوان هذا الثاني، وهذا بحث آخر مستقل بعنوان المشترك اللفظي في المصطلحات الأصولية. كلا البحثين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد بن عبد الله النجران وفقه الله، وكلا البحثين له مقدمته وفهارسه وخاتمته ومسائله، ولهذا كل يحتاج إذا كان يبين هذا في أصل العنوان. نعود إلى البحث الأول، أما الأول فهو في موضوع الترادف، وهو يقول إنه من الأهمية بمكان، إلى درجة أنه لا بد أن، لأنها من باب ضبط مسائل
الأصول مما يحتاج إليه. وهو يقول قد وجد في كتب الأصول أنه أحيانا يذكرون مسائل مصطلحات أصولية ويختلف أحيانا من مذهب إلى مذهب أو من عالم إلى عالم أو من كتاب إلى كتاب، لكنها مترادفة في الدلالة على نفس المعنى، ولهذا جاء أراد أن يدارسها. فهذه مدارسة. طبعا من الطبيعي أنه سيقسم بحثه إلى قسمين، أما القسم الأول أو بمعنى صح الجزء الأول سيكون منه، يعني في كل بحث سيكون قضية تأصيلية للباب، سيبين لنا مثلا معنى الترادف عند الأصوليين، مع المراد به، ضوابطه عندهم، أسباب وجود الترادف في المصطلحات الأصولية والتماشي. ولهذا هو هذا، شوف هذه خط البحث، هذه مباحثهم، عرف الترادف وأنواعه، شو هذا الترادف عند العلماء الأصول فقه، الإخلال بالفهم، وهذا مهم جدا عند الإخلال بالفهم بمثل هذه الترادف مشكلة، وسيبين آثارها. ثم بعد ذلك قواعد أصولية في لفهم هذا الترادف، أرجعها إلى ثلاث قواعد كل واحدة يذكرها ويبين ما تحتها. ثم السادس أسباب وجود الترادف عند الأصوليين. لكن بعد ذلك هو جاء وتتبع المصطلحات الأشهر، المصطلحات الأصولية التي توقع فيها ترادف، وجمعها وجعلها مثل المعجم مرتبة على الحروف، وبدأ يتكلم عنها. طبعا هذا نحن نترك الجانب اللي هو الجانب ذا الجانب هذا، شوف مثالها، هذا مثالها لما جاء إلى موضوع، هذا مثالها، شوف حرف بالأحرف، مثلا النظر ويسمى الفكر ويسمى الاعتبار والتفكر. إذا ساق المصطلح الأصولي كما ترى الأول، فإنه بعد ذلك يذكر لك المصطلحات المترادفة التي استعملت في كتب الأصول، ثم يذكر لك من نص عليها على العلم أنها مترادفة، ثم يذكر لك وجه الترادف أين هو. فإن كان هناك إخلال أو شيء أو تنبيه فإنه ينبه، فإن كان بعض ألفاظ يتوهم منها أنها مترادفة فإنه يذكرها للتنبيه على أنها لا، هي ليست مترادفة، ويبين ذلك ووضحه وفقه الله، وهو قد عول على أهم المصطلحات الأصولية في الباب. طبعا ثم بعد ذلك يأتينا المصطلح الباب الثاني أو بمعنى صح البحث الثاني، وهو المشترك اللفظي على نفس المنوال والقضية. فإنه فعلا قد أصل للباب بقسم النظري، جعل فيه موضوع مشترك. طبعا المشترك اللفظي عندنا أعظم مترادف، لأنه يوقع في اللبس عندنا، يوقع في اللبس وفي إشكالات احتاج معها إلى مثل هذا التوضيح. ولهذا بدأ ببعض القضايا، التعريف المصطلح وشيء من ذلك، ثم بدأ أهمية العناية بمثل هذه المصطلحات الأصولية، أنواع الألفاظ، الأنواع لأثر الاشتراك، شروط تحقق الاشتراك، وقواعد أصولية في اللفظ المشترك، وعناية علماء الأصول به. ثم بعد ذلك عندنا وهو الغاية من الدراسة، وهو معجم للمصطلحات الأصولية التي هي من قبيل اللفظ الألفاظ المشتركة مرتبة أبجديا، يذكر لك وجه الاشتراك فيها وفصل معانيها. شوف هذه إن شاء الله باين، وضحت باين الآن، لاحظ كيف مثلا المحال يأتي لأربعة معاني، وهي طبعا هذا اللفظ واحد لكن المعاني مختلفة. شوف هذه معاني، وهذا الكتاب أو هذان البحثان الترادف المشترك مفيد يا ولدي حتى لغير العلماء المتخصصين في الأصول، يفيد للفقيه ومفيد لأهل الأصول، أهل العقيدة، أو بعض القضايا العقدية تتعلق بهم، حتى العلماء التفسير وحتى العلماء الحديث يحتاجون النظر إليه، لأنه يدارس بعض المسائل أو بعض المعاني، ويذكر لك من نص عليها، ويدارس بعض التنبيهات وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة. معنا شيخنا شيخ سليمان النجران. نعم نعم، نرحب بكم شيخ سليمان النجران في هذه الليلة. أهلا وسهلا دكتور سليمان، عندنا مقفلة، حياكم الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا، نرحب بكم، ونود أن تحدثونا عن كيفية أو قواعد انتقائكم لأبحاثكم تكتبون فيها، ما شاء الله لكم تأصيل وقواعد في عدة مؤلفات، قواعد من خلالها تنطلقون في التأليف أو اختيار العناوين تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم ويجزاكم خير الجزاء. طبعا من أهم القواعد ومن أهم الأصول التي يبني عليها الإنسان ما يكتبه هو الحاجة. فعندما يقرأ ويكون الإنسان يقرأ وينظر ويتأمل، وكثير النظر في كتب الأصول تبرز الحاجة، يعني مثلا الترادف والمشترك اللفظي، يعني هذا ظهر جليا للإنسان وهو يقرأ في كتب الأصول أن هناك إشكال. فتجد علماء الأصول رحمهم الله يطلقون لفظا، فتجد مثلا العلة لها معاني كثيرة، يطلقون بألفاظ يعني متنوعة ومتعددة، تارة مثلا يقال المناط، وتارة يقولون مثلا
المعنى، وتارة يقولون العلة، وتارة يقولون المأخذ، وتارة يقولون المدرك، وغيرها من الألفاظ. هذه الألفاظ الآن الموجودة للعلة تجعل الإنسان يعني ينتبه لها ويقول إن هذه تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى ضبط. فأعظم شيء يضبط أو يثير الإنسان هي الحاجة إلى ضبط بعض العناوين أو ضبط بعض القضايا، ومن هنا تبرز مشكلة البحث التي يحتاج الإنسان إلى أن يبحث فيها. فكلما اطلع الإنسان وقرأ في كتب الأصول ظهرت له الفجوات البحثية الناقصة صحيح. التي تحتاج إلى إكمال وإتمام. ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ سليمان. أهلا وسهلا بفضيلة الدكتور، يا أهلا وسهلا. أولا نحن سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة يا شيخ يعني مثلا أنا لما قرأت على كتابك قواعد المفاضلة بين العبادات واقتصرت فقط على الطهارة والصلاة أنا تكسر راسي بصراحة، كان ودي تستوعب كل العبادات، يعني ما شاء الله تبارك الله. أول شيء حتى المسائل الصلاة ما استوعبتها، يعني أخترت النماذج للمدارسة. هل لك نية تكملها أو هل أحد تابع بعدك كرسائل يعني بقية الأبواب؟ أحسنت فضيلة الدكتور. والله أنا الدكتور في جامعة أم القرى كانت الخطة إلى الحج يعني وضعتها وكانت منفصلين يعني، وكان الفصل التطبيقي طويل جدا، لكن مجلس القسم لما جلس قال الخطة طويلة جدا على الماجستير، وحتى هذه يعني تلاحظ أنها تعدت الألف صفحة. صحيح صحيح. فلذلك الخطة موجودة عندي الآن وجاهزة، يعني خطة باقية الآن العبادات هي موجودة، كنت يعني قد كتبتها و كتبتها ووضعتها، لكن اقتصرت فقط على نماذج من الصلاة والطهارة لأنه لا يستوعب هذا. والله هو كرسالة صحيح، لكن أتمنى أنك تملها كعمل علمي على نفس المنوال ونفس النفس ونفس التفصيل والتطبيق، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني هذه فكرتك أظن يعني قد لا تفهم، سبحان الله أحيانا صاحب الفكرة ما يفهمها إلا هو، لابد هو يكمل المشوار، وما دام أنك جمعتها طيب تكمل. طب هذا الطلب ثاني يا شيخي. صحيح، حتى هذا الاقتراح فضيلة الدكتور سبق يعني والله أكثر من واحد يعني اقترح هذا المقترح. طيب شيخ كتابك اللي هو في مقاصد العبادات أبو 3 مجلدات ما شاء الله، هذا يعني رزق من الله عز وجل، ما تفكر تختصر الكتاب بدل 3 مجلدات 1500 صفحة ومدري كم، يعني تخرج به كذا بمختصر بحيث أنه يقرأ وفيه القواعد ململمة كذا ومثال بدون خلافات بدون تفاصيل، لأنه الحقيقة يحتاج، والكتاب حتى العامة المكلفين يحتاجون الوقوف عليه لأجل ما فيه من بيان المقاصد وأشياء، ولا ما توافقني يا شيخ؟ لا والله وافق 100%. وفكرة الكتاب يا شيخ نعم. أن الطاهر أن الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله لما جاء إلى المقاصد نعم. جاء وبدأ من العبادات صحيح. وبدأ من المعاملات وترك العبادات عمدا الطاهر بن عاشور رحمه الله صحيح. على أن العبادات يعني لا يلتفت إلى مقاصده، فحقيقة أن العبادات غنية وغزيرة صحيح. وكثيرة بالمقاصد العظيمة والكبيرة جدا جدا بلا. فقلت لازم يسد هذه الفجوة التي تركها الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله، لأنه ركز المقاصد الخاصة فقط على المعاملات وترك العبادات كما نوه على ذلك في بداية. واقتضى المخطط للرسالة أن هذه رسالة الدكتوراه اقتضى أن يكون واسعا كما تفضل، وحقيقة نفس الشيء يعني تتني اقتراحات كثيرة باختصاره وإبراز الجوانب التي تهم عموم المكلفين من هذا والله الجانب. والله يا ليت. طيب يا شيخ أنت ما ذكرت لنا كم إصدار لك حتى الآن يا شيخ؟ والله اللي يمكن طلعت تقريبا يمكن 7 أو 8 بهالحدود ما شاء الله. طب أنا رأيت يا شيخ في التسلسل أبحاثك المحكمة مكتوب 24 23، هل لا هذا تبع دار العقيدة التسلسل ليس يعني أنا كنت بقول لك أنا قلت ما شاء الله واصل 27 بحث ما شاء الله الله يعطيك العافية يعني وين لا والله موجود الحمد لله يعني موجود عدد كثير من البحوث، لو بطلع يعني يمكن تصل إن شاء الله إلى هذا العدد لأن فيه عدد يعني وكلها الآن موجودة، ولعل الله ييسر إن شاء الله من يتبناها ويخرجها بيض الله وجهك. طيب يا شيخ لو تبشرنا كذا يعني بعض الأعمال القريبة يعني إن شاء الله تطبعها قريبا من أعمالك الأصولية. والله من الأعمال الآن الموجود يعني
ما يتعلق بالمصلحة، يعني فيه بحث مطول جميل عن المصلحة، عن إشكالية الاستدلال بالمصلحة تحديدا. جميل. ونشرت منه أجزاء، يعني فيه بحث محكم في مجلة جامعة أم القرى، ولله الحمد يعني انتهى الآن وبينشرونه، وأيضا فيه جزء منه في الجامعة الإسلامية أيضا. جميل. في مجلة الجامعة الإسلامية انتهى وبينشرونه بإذن الله عز وجل. ما شاء الله. وباقي جزء أيضا إن شاء الله، وبعدين بجمعها كلها إن شاء الله، وسيكون بإذن الله عز وجل هذا العام. أكرمك الله شيخ. جزاكم الله خير دكتور سليمان على هذه المداخلة الكريمة. الله يحفظكم، شاكر ومقدر لكم جميعا ولفضيلة الدكتور ما تكرم به من إظهار يعني هذه المؤلفات وهذه المصنفات، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره ويثيبه. أنا شيخ تراني شيخ ما نسيت، ترى بازلت بانتظار الزيارة إن شاء الله، ترى هذيك ما تعتبر الأولى. عفاك الله، عفاك الله، الله يرضى عليك. حفظك الله شيخ سليمان، شاكرين لكم. كان معنا الدكتور سليمان بن محمد النجران، أستاذ أصول الفقه في جامعة القصيم، أشكره على هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا الفاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم من نبعه. من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا. أهلا وسهلا، حياك وبياك. نواصل شيخنا عرض كتب الشيخ سليمان النجران. نعم، هذا أيضا ضمن الأبحاث المحكمة، وهو ما يتعلق ببيان أثر بعض المنتجات الحديثة من آلات شيء وتحقيقها لمقاصد في بعض العبادات. هو اختار جعلها في أربعة مباحث، اختار أربعة أشياء وتكلم عنها، مسألتين في الطهارة ومسألتين تتعلق بالصلاة، سماها أثر المنتجات الحديثة في تحصيل مقاصد الشارع الجزئية في وسائل الصلاة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد عبد الله النجران وفقه الله. القساب قسموا إلى أربعة مباحث، المباحث الأربعة جعل فيها دراسة للقضايا الأربعة التي أراد دراستها، أو المسائل الأربعة اللي هي تحقيق مقاصد فيها. أنا طبعا المقدمات قدنا فيها مقدمات التعريفية وشيء، وقاعدة مقاصدية كانت ما كان أبلغ في تحقيق مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي ذلك، وهذه كان التفاتة ممتازة في هذه القضية. طبعا المبحث الأول خصه بهذه المنتجات وأثرها في طهارة النجاسة وتحتها مطالب، والثاني ما يتعلق بطهارة الحدث، المنتجات هذه وأثرها في هو جاب إلى بعض القضايا، يعني مثلا شطاف الموية وأثره في إزالة النجاسة وطهارة المحل وكذا، وهل يتحقق بمقاصد الشارع ولا لا، والكلام ونحو ذلك والأثر. أما طهارة هذا فجاء إلى الآلة التي هي سنعرض لك صورها، اللي هي صارت آلة للوضوء وشيء من ذلك مما اختلع الآن حديثا، وشيء الذي بعده ما يتعلق مواقيت الصلاة والتقويم وما التقويم، والثالث ما يتعلق بتحديد القبلة اللي هي إلى جوجل أور إيرث والجي بي إس، تعرض إليها وشيء وإفادتها. طبعا البحث فيه قضايا فقهية وأشياء، يعني مثلا جاب ذكر مسألة الغسالة، هل تتحقق بها مقاصد الشارع من التطهير النجاسات الموجودة في الملابس ولا لا،
وتكلم عن أنواع الغسالات الجاف والحراري والمائي وأشياء وكل واحد منها وشيء يعني ما شاء الله تبارك الله وشطفات وشيء دخلنا بس هذه مثالة. هذه آلة الوضوء اللي اخترعت حديثا. طبعا هي هذه الآلة غير منتشرة كثير في البلاد العربية والإسلامية عموما، لكن بعض المناطق موجودة على قلة، لكن هل يتحقق بها مقصود الشارع من الطهارة من رفع الحدث أو لا؟ وهكذا قس يأتي بعض الصور وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز النشر العلمي والترجمة بجامعة القصيم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يحتاج إليه كل من أراد أن يقرأ كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، جعله كالمدخل له. وإن كان الكتاب عامة في تراث الشاطبي عموما سواء الاعتصام سواء الموافقات أي مكان، لكن الموافقات بالأصالة والشيخ متخصص في الأصول ولهذا جعله أصلا عندنا، ولهذا كلامه ترى على الموافقات. حتى لما جاء تكلم عن طبعات الكتاب طبعات كتاب الموافقات والأعمال التي عليه شيء من ذلك، سماه مدخل إلى تراث الإمام الشاطبي رحمه الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد النجران وفقه الله. الكتاب لطيف جميل، جعله هو يسميها بصيرة، يعني البصائر المقصود بها مثل الإلماعة والتنبؤ، انتبه لبعض القضايا التي تحتاج إليها. شوف البصيرة الأولى جعلها ترجمة للشاطبي، والثانية كلامه على الموافقات وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك هذا عشان يبان الأخوة عشان يصور، ثم الثالثة طبعا هي تتكلم عن الطبعات وأفضل الطبعات وشيء من ذلك والفوارق بينها وشيء، وأتكلم عن الأعمال التي أقيمت على الموافقات واختصارات ونظم وتعليق وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك الثالثة ما يتعلق بأسباب التميز عند الشاطبي رحمه الله في تصانيفه، وبدأ ذكر أربعة أسباب مهمة جدا وذكر عليه وعرج إليها، ثم بعد ذلك هو في الرابع أغراض الشاطبي في تصنيفه للموافقات، وذكر غرضين مهمين، الأول يتعلق بالتنقية والتجديد، والثانية بالبناء المقاصدي، وكل واحد تحته عدد من المسائل وتحت عدد من الأسباب والصور، وبدأ يشرح يبين لك. الكتاب لطيف وجميل خفيف المحمل من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله، وفيه إلماعات لمن يحتاج، ولهذا كل من أراد أن يدخل إلى تراث الشاطبي بالذات الموفقات لينظر لهذا الكتاب حتى يدخل على بصيرة ونيرة من هذا الكتاب. وفي هذا الكتاب الشيخ يميل إلى أن الشاطبي ممن تأثر بابن تيمية ووقف على بعض تراثه، بل نقل منه في بعض كتبه وأقر، وهو طبعا ليس بالأول ممن قال ذلك، بل سبقه ناس وذكر بعض من سبقه في هذا وفقه الله. هذا الكتاب يا ولدي كتاب طبع مرارا، لكن هذا الكتاب يعني لأجل أنه سيار وما زال يدرس في بلاد الهند وباكستان وأفغانستان وهذه تلك البلاد من كتب أصول الحنفية، وهو كتاب 50 في أصول الفقه بين قوسين مع بحث في إقليم دعك الشاشي. طبعا الكتاب هو اللي صار طبع مرارا بعنوان أصول الشاشي مشهورة، كتاب متن عليه عدد من الشروح، مطبوع عدد من الشروح، طبعا من تأليف نظام الدين الشاشي من علماء القرن السابع الهجري. طبعا الكتاب طبع مرارا، لكن هذا الكتاب ميزتها أنه قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار كامل عبد الوهاب الخطيب وفقه الله، وهو يقول أنه هذا الكتاب للأسف أنه بعضهم نسبه طبع منسوبا إلى غير صاحبه، وبعضهم طبعه بعنوان ثاني. طبعا هو طبع كثير بأصول الشاشي، لكن هو يقول رجح هذا لأنه موجود الكتاب 50 لأنه ألفه عمره 50 سنة لما استوى سوقه وعظمه في هذا الباب، عمره 50 سنة فأسلف كتابه، وهو مختصر سيار معروف، حتى النقل عنه كان من قديم موجود أيضا، وجاء وقدم بمقدمة منها مقدمة تاريخية تتعلق بإقليم شاش، ولهذا قال مع مبحث في إقليم شاش تكلم عنه جغرافيا وتاريخيا، والله في كلام طويل يمكن 70 صفحة تقريبا. طبعا هو يميل إلى شاش هذه كمدينة هي اليوم اللي هي سمرقند، هو يميل إلى هذا وخلص إلى هذا طبعا عنده، مع أهمية مع بعد ذكر جانب تاريخي ما يتعلق به، طبعا ذكر الخلاف من هو المؤلف وشيء والاحتمالات الواردة، ثم استبعدها لين نقف وقف إلى أنه نظام الدين، هذا غاية ما يعرف عنه من اسمه، ثم هو من علماء القرن السابع وهو أقرب ما يقال في النسبة ممن ذكره اللكنوي ويعني وغير من جاء بعده. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار كامل عبد الوهاب خطيب الخطيب وفقه الله، بعد أن تكلم بمقدمة طويلة حافلة فيها بيان قضايا تاريخية وأشياء، لكن يعني ليته أوعب في تفاصيل الترجمة، أرجع الكتاب ذكر أن الكتاب أخرجه على 6 نسخ خطية أو معنى صح لا 7 نسخ، لكن 2 أو 3 منها
طبعات حجرية قديمة، والباقي نسخ خطية، وذكر فاضل بينها. وهذه صور النسخ الخطية، هذه صور لبعض هذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله. وأنا أقول ليته حافظ على الهوامش الموجودة وتعليقات العلماء على النسخة التي وجدها، فإنها مثرية خاصة بعض اللقيمة. إلا أنه هو نفسه وفقه الله وضع حواشي يا ولدي مطولة على الكتاب. شوف لاحظ، يعني ليس مجرد تحقيق لإخراج النص وخدمته التي يحتاج إليها، لا ما شاء الله كأنها جعلها مثل الشرح أو حاشية كالحواشي التي طبعت على الكتاب. وسار هو يدارس مسائل أصولية في الكتاب ويتكلم عنها ويبحثها كأنها بحث. شو ما شاء الله، ها لاحظة أحيانا تخلو الصفحة من كلام الشاشي ويأتي هو شرحه، وكأنه ما شاء الله كأنه شرحه ليس بحواشي. وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار النفائس بلبنان. هذا ولدي رسالة دكتوراه كانت لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر ابن زايد الروقي رحمه الله، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذه كانت رسالته الدكتوراه، وهي تتعلق بقضية من باب أبواب القضاء، وقضية من قضايا القضاء، وهي ما يتعلق بالطعن في الأحكام القضائية، وهي تكون تالية لإصدار الأحكام. سماها الطعن في الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي، دراسة فقهية ميدانية تحليلية مقارنة بما استقر عليه القضاء في المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية. طبعا عنوان طويل. ليش قال يا ولدي ميدانية؟ لأنه هو نفسه كان في المحكمة الشرعية مكة المكرمة ولازم القضاء مدة، ولهذا اطلع على أشياء ميدانية، يعني من ناحية التطبيق، فأثرى بحثه من هذا الجانب. والكتاب مجلد ضخم كما ترى، وقدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل ووفقهم الله، والكتاب قسمه إلى هذه المباحث. المبحث الأول هذه الفصول، الفصول التي قسم عليها الكتاب، هذه فصول الكتاب. بدأ بالمقدمات اللي فيها تعريف ما المراد بالطعن والقضاء وشيء وأهميته وشيء من ذلك. وهي دائما نقول قضايا التمهيدية معروفة ولا نتجاوزها. نأتي إلى الفصل الأول وهو المهم عندنا، الطعن في الأحكام القضائية، ما المراد به، أهميته، مشروعيته. أنواع الطعن قسمها إلى عدد من المباحث اللي نحين يكون هذا تعريفه، أهميته، شروط الطعن ومقوماته، إجراءات إصدار مثل هذه الأحكام القضائية ونحو ذلك. ثم يتعلق الفصل الثاني أسباب الطعن والمسببات، وبدأ يفصلها عندنا في عدد من المباحث، لأنه في بعضها أسباب ترجع إلى مخالفة الأدلة الشرعية، وأسباب ترجع إلى مخالفة الإجراءات، وأسباب ترجع إلى قضايا أخرى. كل واحد جعلها في مبحث، وبدأ يذكر الصور والمسائل التي تحتها. ثم بعد ذلك جاء إلى موضوع ما يتعلق بالفصل الثالث اللي هو هذا الفصل الثالث، آثار هذا الطعن في هذه الأحكام القضائية وما يترتب عليه، وجعل كل أثر منها أو كل جانب من آثار الطعن في مبحث وتكلم عنه. ثم الرابع ما يتعلق بالطعن الوارد تنظيما في النظام القضائي السعودي، وما يتعلق به من إجراءات وأنواعه وأحواله وطرقه وشيء من ذلك تفصيلا، رحمة الله عليه. وفي الأخير نوع من هذه، شوف هذه أنواع مما جرى به، يعني نماذج ميدانية كما قال، نماذج حتى من أراد الوقوف عليها ينظرها، مجلد ضخم من إصدارات دار أجيال التوحيد وفقهم الله بجدة. شيخ نماذج وقع فيها الطعن يعني ورد عليها القضاء؟ نعم، كيف يكون المرافعة. هذا ولدي كتابه الصغير في الفرائض، هو نفسه رحمه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه، أراد أن يتكلم عن أصحاب الفرض. تعرف الإرث عندنا في الشرع إما بالفرض وإما بالتعصيب، جاء إلى أصحاب الفرض وأراد أن يبين أحوالهم وشروطهم ومن هم، وسماه القدر المفروض من أصحاب الفروض لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه. وهذا قدم له واعتنى به ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن فهد الروقي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها بعض ما يتعلق بشروط الإرث وموانع الإرث اللي مقدمات المعروفة في كتب الإرث. لكن هنا يبدأ الكتاب، كتاب والده، من أنواع الفروض. وطريقته أنه جدولها من أولها إلى آخرها. شوف يا ولدي، جعلها في جداول عشان يبان. شوف مثلا يأتي لها هنا شاب الإخوة، يقول لك من هو أصحاب الربع، هذا كلهم أصحاب ربع، لكن يأتي هذا يذكر مثلا الزوج، هذا شرطه أن يرث الربع، هذا شرطه والدليل، كل واحد يذكره شرطه والدليل. وهذا أصحاب الثلث، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، هذا شوف مثلا أصحاب الثلثين، هذا كثير يبان الإخوة. وضحت الفكرة؟
كلها مجدولة حتى يستظهرها من أراد الوقوف على هذا. بعد أن انتهى منها أعاد ترتيبها مرة ثانية من جديد، قسمه مختصر واختصر الكلام من جديد من أول إلى آخر في كل الأنواع. بس طبعا هو أضافه هنا في أصحاب النصف أصحاب الربع وانت ماشي. جزء لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء، وفقهم الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.